لغتي هويتي جلس اكرم الى جانب ايمان ابنه خالته وقد عادت من ديار الغربه لقضاء عطله الصيف كلمها باللغه الفرنسيه اعتقادا منه انها لا تتكلم اللغه العربيه هزت ايمان راسها وابتسمت ابتسامه تحمل نوعا من العتاب وردت عليه قائله انا اتكلم اللغه العربيه واللغه الامازيغيه فلا تكلف نفسك عناء البحث عن لغه اخرى لنتواصل بها اعتذر اكرم قائله عذرا يا ايمان لم اكن اعلم ذلك لكن كيف تتحدثين هاتين اللغتين وقد ولدت ونشات في هولندا قالت ايمان الفضل يرجع من بعد الله لاسرتي في البيت ولاساتذتي في المدرسه تدخلت الخاله مريم لتبدد استغراب اكرم وقالت نحن يا ابن اختي لا نتنكر لهويتنا اننا نتحدث داخل البيت بالعربيه والامازيغيه ونحرص على التواصل بهما مع ابنائنا وجيراننا واصدقائنا من المغاربه المهاجرين قال اكرم فهمت فضل البيت وارجو توضيحا لدور الاساتذه قالت الخاله مريم اترك الجواب ليوسف صاحب الاختصاص فهو مدرس اللغه العربيه والثقافه المغربيه في هولندا طبطب يوسف على كتفي أكرم وقال: أنا يا ابني بحكم مهنتي سأوضح لك ذلك. نحن عدد كبير من الأساتذة المغاربة، نقوم بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء وطننا في بلدان المهجر. جئنا مبعوثين لأداء هذه الرسالة المغربية النبيلة في إطار رسمي. كيف ذلك يا عمي؟ سأل أكرم. استطرد الأستاذ يوسف قائلا: إن المملكة المغربية حريصة على ترسيخ التشبت بمقدسات الأمة لدى أبناء الجالية، والاعتزاز بالانتماء إلى المغرب وحضارته العريقة، والانخراط في المسار الراسخ لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي. متشبث بهويته المغربيه الاصيله والموحده الغنيه بتعدد روافدها وحريصه على تاطير ابناء الجاليه المغربيه لتحقيق النجاح في تحصيلهم الدراسي عبر تعليم ملائم ومتنوع ومنفتح يسهم في المحافظه على الهويه المغربيه والاندماج في ثقافه بلد الاقامه جدد أكرم اعتذاره وشكر الجميع على معلوماتهم القيمة